بسم الله الرحمن الرحيم. كده يا شباب، يعني بعد ما فكينا بقى السقف الخشب يعني، وخلصنا شغل الصف، الشغل يعني اللي شفتوه في الفيديوهات اللي فاتت يعني. فدلوقتي المفروض ان هو خلاص النجار بيبقى ايه فك شغله، وتبدا المخارج بقى بتاعتنا تبقى زي كده يعني، لما خرج هو سواء بقى اناره او ايا كان ايه، هنبدأ المرحلة اللي بعد كده، مرحلة بقى سحب الشدادات. ان انت المفروض يعني في ناس ممكن تسحب سلك على طول، بس ده المفروض مش ده الصح يعني. المفروض نسحب شداد الاول، نتأكد ان المخارج بتاعتنا سلكة، بحيث لو في حاجة مقفولة نبدأ نشوف لها حل، لو في حاجة في مشكلة نبدأ نعالجها وهكذا يعني. هتلاقي هنا مثلا مكان لوحة لوحة الكهرباء في المكان اللي هناك ده كده. أو دي كده نزلت لوحة، وهتلاقي بدأنا نسحب فيها شدادات. الشداد ده خيط يعني، الخيط ده بيبدأ يمشي بقى مع السوستة كده يسحبه. هتلاقي عندك السوستة ايه، يبدأ يسحب الخيط لحد ايه، من مخرج للتاني لحد ما يقفل شغله. هتلاقي بس كل المخرج بدأ يبقى فيها ايه شدادات ايه، تمام، بحيث بعد كده لما يجي يسحب سلك يا دوب بقى ايه يشد الخيط دوت ويجي مكان السلك يعني. بس فدي مرحلة ايه سحب الشدادات. يبدأ بقى يعدي على كل مخارج، تلاقي مثلا دي نازلة لوحة، المفروض هنا يبقى في لوحة كهرباء، طبعا لسه الحيطة هتتبني اللي هتركب عليها اللوحة. فاحنا لحد ما هو يبني بنبدأ احنا ايه نشوف المواسير بتاعتنا سالكة وتمام، ونسحب شداد ونجهز شغلنا لحد ما هو يبني. بص، كنت قايل لكم على موضوع قبل كده ان ممكن الخرسانة تطبل. بص، لو بصيت على الحتة دي كده هتلاقي عشان في مجموعه مواسير كتيره، فهتلاقي في اماكن كده ما جاش فيها خرسانه، المفروض دي هتترمم بعد كده، تمام. فدي عيوب ان انت ايه يبقى في مواسير كتير في حته واحده. ممكن برضو تشوف هنا كده نفس المشكله، برضو هتلاقي هنا ايه مجموعه مواسير فعامله فراغات كده في الخرسانه. فيما عدا ذلك بقى، انت عندك هنا في زي ما قلنا في نزلات وفي مخارج. دي المخارج ايه اللي ينزل منها بفليكسبل بعد كده مثلا لكشاف او لغيره، وديت مخارج بقى ودي نزلات. النزلات دي هتنزل على الحيطه سواء بقى سويتش او بريزه او ايا كان يعني، تمام. كده عندك بقى ده منور مكمل طبعا لفوق اهو لاخر المبنى، جاي من تحت. وبعد كده عندك هنا السلم، تعال ننزل دور تحت كده في مباني. هنا مثلا في الدور ده هو بدأ يبقى فيه شوية مباني يعني ايه بيفنش اهو. فهتلاقي برضو احنا ايه النزلات بتاعتنا موجودة، والناس شغالة هي بتسحب الشدادات. كده نبص على أوضة الكهرباء، المفروض إن دي هنا أوضة الكهرباء. هتلاقي في هنا المواسير دي اللي هتنزل على اللوحة. طبعا هنا عشان هي أوضة الكهرباء، فاحنا المواسير دي هنستقبلها على تري ونمشي اكسبوزد بعد كده، تري بقى ينزل على اللوحة. في هناك مجموعة مخارج اهي برضه كانت اتقفلت نتيجة دخل فيها خرسانة يعني، يبدأ يفتحها تاني. تقريبا انتوا سامعيننا ولا لا، بس يعني ايه هكذا يعني. هنا مثلا ده برضه هنا في شدادات. بصوا كده النزلات مثلا اللي جاية على الحيطة اهي، هتلاقي الحيطه خلاص اتبنت، وايه مكان النازله فوق ايه. هنبدا بعد كده احنا النازله ديت ايه ناخدها بقى بمصوره وننزل على الحيطه كده. ممكن اكيد ده طبعا هيبقى مفتاح هنا جنب الباب، تمام، اكيد دي نازله مفتاح. هتبدا النازله دي
ننزل بقى بعد كده دق وتركيبه على الحيطه، وبعدين بقى نسحب سلك. خلاص شكرا.